أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة مدعومة بالخبرات التقنية وعمليات التشخيص البصري للشخص المشتبه في تورطه في اختطاف طفلة قاصرة تبلغ من العمر 5 سنوات والتي تم العثور عليها صباح اليوم في وضعية صحية سليمة. وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد مكنت عملية استغلال المعطيات التعريفية للمشتبه فيه البالغ من العمر 37 سنة من تحديد مكان تواجده في قارب للصيد البحري يعمل على متنه، والذي كان قد غادر الميناء ويتواجد في عرض البحارة، وهو ما استدعى التنسيق مع الدرك البحري من أجل توقيف المشتبه فيه خلال فترة إبحارها. وقد أوضحت عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأمن الوطني أنه من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والسكر العلن البين والهجرة غير المشروعة. وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد خلفيات ودوافع اختطافه للفتاة القاصرة، وكذا الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.